شكرا على اتصالك. كابتن بنشوف نحن وياك سيرة حياتك بهالروبورتاج صغير وبنرجع لكم مشاهدينا. فاست بريك سريعة عبد الدور لنيك زاكري لكن رولاندو هول يقطع الكرة منه والتمريرة بتوصل لصبع خوري. صباح يا صباح يا صباح، ما معقول صباح، هيدي الرابعة على صباح بالجيم وهيدي الثالثة لقاله بهالكوارتر. صباح بسدد عن الارك، صباح خوري بسدد صباح من نص الملعب، محاولته ثلاثية، لا 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 يا صباح خوري، هيدي مش المرة الأولى اللي بيعملها صباح خوري ببطولة لبنان. لاحظوا من عدم وين سدد صباح، من نص الملعب سدد صباح خوري. ولد صباح خوري في الكويت عام 1982 من أب وأم لبنانيان، وهو كبير العائلة المؤلفة من أربعة أشخاص. عن عمر السابعة بدأ يمارس لعبة كرة السلة التي أحبها وعشقها حتى العظم. ظل صباح يمارس هوايته المفضلة في نادي عمشيت حيث يسكن حتى عمر الرابعة عشر، حين بدأ ينصحه الأهل والمقربين بالسفر إلى الولايات المتحدة لتنمية موهبته ولتكملة علمه هناك، فاضطر لمغادرة لبنان والانتقال للعيش في أمريكا. صباح بيخترق السلة، بسجل انتوان لصباح كمان. صباح خوري بروح على السلة، انتوان لصباح، حلوة كتير هالحركة اللي عملها صباح خوري. صباح بسدد عن العرق، صباح خوري بسجل صباح. في العام 1998 بدأ مشواره السلوي في جامعات الولايات المتحدة، حيث قدم مستويات مميزة دفعت الصحف إلى التكلم عنه بأنه مشروع كبير للاعب لبناني صغير. بعدما قضى خمس سنوات في أمريكا وأثناء زيارته الأولى للبنان، واجه صباح مشكلة في الفيزا أجبرته البقاء في لبنان وتكملة مشواره السلوي في بلده، خاصة بعدما بدأت تتدافع الفرق اللبنانية على التعاقد معه بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في أمريكا. وبالفعل وأثناء عهد أنطوان شويري والعصر الذهبي للعبة كرة السلة، وقع صباح خوري لبطل لبنان وآسيا والعرب، وذلك موسم 2002-2003. عم يسجل هاي نقطة جديدة كمان لقاله صباح خوري. 79-77 صباح خوري، صباح تحت الضغط بوصله اياها لجو منصور يلي بيعترف يعطيها لصباح على الارك. صباح خوري، صباح خوري، لا 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 لا، صباح خوري شو عمل صباح خوري. 95-93 درايف شعره لصباح على الارك، 3 بوينت. بقي صباح في الحكم من عام 2002 حتى موسم 2005، حين غادر أنطوان شويري الحكم نهائيا، وكان الفريق مهدد بالزوال. عندها وقع صباح عقدا مع فريق شونفيل، وذلك تحت قيادة مدربه السابق غسان سركيس. لم يبقى صباح طويلا في النادي المتني رغم المستوى المميز الذي قدمه ورغم الإشكال مع سركيس، فمع بصيص أمل بالعودة إلى الحكم لم يتراجع صباح خوري في قراره بترك شونفيل وعلى أساس العودة إلى الحكم. لكن رياح حرب تموز جرت بما لا يشتهي الخوري فلم يلتحق بالحكم. عندها توجه إلى طرابلس ليلتحق بفريق المتحد، وذلك عام 2006. لم يبقى طويلا مع المتحد، فكان أول المنضمين إلى الحكم مجددا، لكن هذه المرة تحت لواء جورج شهوان وككابتن لفريق الحكم بعد إليم شنتف، وذلك موسم 2007. لغاية يومنا هذا ما زال صباح خوري كابتن الأخضر رغم إدراكه بصعوبة بقاء فريق الحكم في الدوري، لكن حبه للنادي دفعه للتعليق مرارا بأنه باق معه ولو ببلش. لا صباح 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 صباح، أقل من دقيقتين ونص لنهاية المباراة. جو غطاس ببرر لصباح خوري اللي بدوره بيسدد على الأرض بنجاح، عم بسجل صباح خوري. صباح 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 يا صباح يا صباح يا صباح. من إنجازات صباح خوري
بطل لبنان مع الحكمة موسم 2003-2004، وصيف بطل لبنان مع الحكمة موسم 2005، بطل آسيا مع الحكمة موسم 2004 في الشارقة، بطل غرب آسيا مع الحكمة عام 2004، بطل دورة دبي موسم 2004، ثاني أفضل مسجل لبناني بعد فادي الخطيب موسم 2005 مع شونفيل برصيد 22 نقطة، أفضل لاعب عربي في البطولة العربية في الأردن عام 2008، أفضل لاعب لبنان حسب مجلة بلوك شوت وحسب رأي الجمهور والصحافة، أفضل رامي ثلاثيات في دورة حلب عام 2008. سيصل صباح إلى رصيد قارب 1500 في الدوري اللبناني، وبذلك يكون ثالث لاعب يصل إلى هذا المعدل بعد إليم شنتف وفادي الخطيب، ثالث أفضل مسجل في تاريخ الحكمة بعد إليم شنتف وفادي الخطيب، رابع وثاني كأس آسيا مع المنتخب عام 2003 و2005، شارك في كأس العالم مع المنتخب عام 2006، استطاع الوصول مع فريقه الحكمي مرتين متتاليتين إلى نهائي بطولة العرب عام 2008 و2009. سجل صباح، صباح آخر الثواني للكوارتر، صباح صباح يا صباح يا صباح خوري، سوبر صباح خوري بعد الكوارتر، سوبر صباح خوري عن أرك 3 بوينتس، هيدا صباح وهيدول تسديداته وهيدي ساعة 3 بوينتس ساعته للخوري. اذا مشاهدينا كنا عم نشوف نحن وياكم ريبورتاج سيرة حياة صباح من اول ما بلش ليومنا هيدا.